بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، إن حديثنا في هذا الضحى هو حديث عن الكتب، والحديث عن الكتب حديث شيق محبوب لطلبة العلم. ومن العجيب أن القراءة في الكتب والنظر فيها يتقاسم كثير من الناس على اختلاف تخصصاتهم ورغباتهم وميولهم محبتها، ولذا ما زال الشعراء يتغنون بالكتب وحبها ومجالستها ويستغنون بها عن مجالسة الآدميين. وليس المقام مقام حديث عن الكتب وأهمية قراءتها، فإني لا أظن أن أحدا يدخل هذه المكتبة إلا ويعرف الكتب وأهميتها وكيف أنها وسيلة من أعظم الوسائل لتحصيل العلم، سواء كان العلم من العلوم الشرعية أو كان العلم من غيرها من العلوم. أما العلوم الشرعية فما زال علماء الأصول والفقه، علماء الأصول والحديث، يعدون الوجادة طريقا من طرق التلقي. والوجادة هي هذه الكتب التي نجد فيها العلوم ونجد فيها الكلام المبين لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن حديثنا في هذه الضحى في هذه الدقائق المعدودة ليس حديثا عن الكتاب نفسه، إذ الكتاب حديثه شيق معروف، وإنما التحديث فيه تشويق للقراءة، بيد أني سأتحدث عن أمر آخر، إذ لكل شيء زغل ولكل شيء يحبه الآدمي ربما ما يقابله من الضرر الذي يقع على نفسه. وقارئ الكتب ربما يريد الصواب فيقع في الخطأ، وربما يريد الهداية فيقع في ضدها. وهذا الأمر أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فمن ذلك ما ثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي في ثنتين، وذكر أحدهما فقال: في الكتاب. كيف أن هلاك أمته صلى الله عليه وسلم يكون في الكتاب؟ فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كيف يكون هلاك أمته في الكتاب، قال: يقرؤون كتاب الله فيتأولونه على غير وجهه، فحينئذ يضل المرء ويضل غيره. إذا كان هذا في كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل ولا يقربه ولا يتطرق إليه الوهم كان سببا لإضلال بعض الناس، فكذلك غيره من كتابات الناس الأخرى من سائر العلوم الشرعية وغيرها. إذن ليس كل راغب في الحق يصل إليه، وليس كل مسترشد يهدى إليه، وإنما التوفيق بيده سبحانه وتعالى. ولما كانت المحاضرة قصيرة الأمد فإني سأشير لبعض المسائل إشارة في كيفية المنهجية في قراءة الكتاب، وأعني بالكتاب كل كتاب غير كتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل له من الحديث الخاص به والنظر والقواعد التي يفرد بها دون ما سواها. إذن سأذكر بعضا من الأمور والقواعد التي ذكرها أهل العلم لمن أراد أن يقرأ كتابا لكي يفهم الفهم الصحيح، ولا يكون فهمه خطأ، ولا يكون فهمه سببا لزيغه وضلاله. أول هذه الأمور يجب أن يعرفها الشخص: أن يقطع الأسباب بذكائه وبفهمه، وأن يكل الأمر إلى الله عز وجل. في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، دعا بعد ذلك فقال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من أهم الأمور أن يعرف المرء أنه قاصر بنفسه، ضعيف بذكائه، قوي بالله عز وجل، فيكثر من دعاء الله عز وجل ومن سؤاله ومن طلبه أن
يصوب له فهمه وأن ينفعه بما علمه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر منه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع وبينهما تلازم. فإن العلم الذي ينفع هو الذي يجعل القلب يخشع. جاء من حديث ابن مسعود مرفوعا وجاء موقوفا: إنما العلم الخشية. إذن أول مسألة أن تكثر من دعاء الله عز وجل وسؤاله التوفيق والسداد والإعانة. وقد كان بعض أهل العلم إذا أشكلت عليه المسألة أكثر من دعاء الله فقال: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فالله هو المعلم وهو المفهم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هدي أقوام وأضل آخرون، مع أن الكتاب الذي أرشدهم واحد. إذن الأمر الأول أن تلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء، وأن تقطع العلائق إلا منه في الهداية جل وعلا، وهذه تسمى هداية التوفيق، فالله عز وجل هو الموفق. الأمر الثاني أن يعلم المرء أن قراءة الكتاب وحده لا تكسب العلم. أنا لم أقل إن قراءة الكتاب لا تكسب العلم، بل تكسب العلم، لكن الاكتفاء بالكتاب وحده لا يكسب العلم، وهذا من خصائص العلوم الشرعية. فإن العلوم الشرعية لا تؤخذ من الكتب وحدها، بل لا بد أن يجتمع مع الكتاب الأخذ عن الأشياخ. قال عبد الله بن المبارك، نقل ذلك مسلم في مقدمة صحيحه: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي، أي حار ولم يستطع أن يجيب. وجاء أن عبد الله بن عباس قال: العلم في أكابركم. فما زال المرء يأخذ العلم عن أكابر أهل العلم المعروفين به، تسمعون ويسمع منكم وهكذا، فإن هذا من خصائص هذا الدين. القرآن إنما نقل لنا بالسمع، مع أنه مكتوب نسترشد به للمسموع. ولذلك جاء في وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما نقل عن عيسى بن مريم قال: أناجيلها في صدورها. فنحن نأخذ العلم بالنقل لا بمجرد الكتب، والكتب معينة في الفهم، معينة في الاستيعاب، في التكرار، وفي غير ذلك من الأمور. إذن هذه المسألة مهمة، أنه من أخذ الكتاب فقط واقتصر عليه فإنه في كثير من الأحيان لا يوفق كمال التوفيق. ولذا من الأمثال السائرة عند كثير من الأوائل أن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، لأن من يقرأ في الكتاب ربما تشكل عليه المعاني فلا يجد من يصححها له، ويعجب بنفسه في اطلاعه، ويعجب بنفسه بمعرفته، فحينئذ يكون فيه هلاكه من حيث لا يشعر. ولذا فإن من أهم الأمور في العلم الشرعي أخذ العلم عن أهله، وثق أن العلم لا ينقطع إلى قيام الساعة، لن ينقطع من المشايخ والمنسوبين الفضل إلى قيام الساعة، بل على العكس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان إنما يكون هلاك الناس بسبب موت علمائهم. ذكر بعض الشراح وأظنه الشوكاني عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما ينتزعه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. قال أهل العلم: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذ الرؤوس الجهال لفقدهم الأخذ عن العلماء، وهو السلسلة في الإسناد في التلقي رواية وفهما معا، رواية ودراية، نقلا وفهما، وجميع المعاني يكون فيها النقل والاتصال. ولكن في المقابل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الكتب ستبقى إلى قيام الساعة، هذه الكتب لن ترفع، بل ستكثر الكتب، فأما القرآن فإنه لن يرفع إلى قيام الساعة، سيبقى عند الناس، والكتب ستبقى بل ستنتشر. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في آخر الزمان يفشو القلم. قال بعض المتأخرين من الشراح في القرن الماضي: إن فشو القلم يحتمل معنيين، فشو القلم أي تكثر الكتابة، فكل يعرف القراءة والكتابة، وفشو القلم أحيانا بكثرة القلم، حينما كان القلم لا يوجد في البيت إلا واحد،
أصبح المرء في جيبه 3. الأمر يحتمل ولا أدري، لكن عموما هذه قالها الشراح وهي محتملة من حيث اللفظ والمعاني. إذن قصدي المهم هنا عندنا في قضية أن الكتب لا يكتفى بها، بل لا بد من الأخذ عن الأشياخ. وكثير من الناس يقرأ في كتاب ولا يفهم ما فيه، ولذا يأتي بالعجائب، والعجائب تحتمل جميع الاتجاهات، إذ طرفي الغلو كلا طرفي الغلو ذميم. أضرب لكم مثالا أورده أحد العلماء في كتاب موجود هنا معنا في المكتبة. فقد ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران من علماء دمشق أنه كان يقرأ على شخص، وهذا الشخص كان يقرئ الناس كبير سنا لكنه لم يكن قد أخذ العلم عن أهله. قال فلما وصلنا إلى كتاب المدبر سأله رجل من الحضور فقال يا شيخ ما معنى المدبر؟ المدبر عند أهل العلم هو الذي يعلق سيده عتقه على وفاته فيقول إذا مت ففلان حر فيعتق عن دبر. فقال هذا الشيخ المدبر كذا وكذا، ذكر شيئا من أبعد ما يكون. قال فعرفت أنه ليس من أهل العلم فتركت مجالسته. إذن الطلاب أحيانا يقرأ الكلام فيفهمه خطأ ما لم يكن هناك شيخ يصوب العبارة، فإنه حينئذ يأتي الفهم الغالط الخطأ ويأتي غريب المسائل. الأمر الثالث في قضية التعامل مع الكتب أن التعامل مع الكتب وإن كان يكسب المرء علما في المسألة لكنه لا يكسبه ملكة الفتوى، إذ هناك فرق بين الفتوى وبين المعلوم، فليس كل معلوم ومحفوظ يفتى به. وهذه ركزت عليها مع أنها داخلة في السابقة، لأن كثيرا من غرائب الفتاوى في زماننا هذا إنما مدخلها أن بعض من الناس يجد في الكتب كلاما ثم يظن أن هذا الكلام وإن ترجح إليه في بداهة النظر وابتدائه يظنه هو الذي يفتى به، وهذا خطأ. فإن الفتوى لها مسلك وطريقة مختلفة تماما عن طريقة المحفوظ والعلم. ذكر ابن عابدين الفقيه الحنفي المشهور في القرن 13 في شرح رسم المفتي قال إن الرجل ربما يكون حافظا لكتب المذهب ككتب ظاهر الرواية الستة مثلا، ثم يدخل بلدا لا يحل له أن يفتي فيه، لأن الفتوى ليست مبنية فقط على المعلوم والمحفوظ، وإنما مبنية على قواعد أخرى منها معرفة العرف، معرفة المآلات، وغير ذلك من الأمور المبنية على هذه الأمور. ولذا فإن كثيرا من غرائب هذا الزمان أن أناسا يقرؤون في كتب ثم يطبقون هذه الأشياء. إن بعض ما في الكتب من المسائل قد يريدها العلماء من باب الحجاج لا من باب التبني، أو يجعلونه من باب الإمكان لا من باب الفتوى. معنى الإمكان يعني أنه يمكن أن يصار إليه في أحوال متعددة. أضرب لكم مثالا في ذهني الآن حضرني الآن. بعض الناس يرى أن بعض أهل العلم قال إنما جاء في قصة رضاع الكبير معتبرة، فقال نسب لهذا الرجل وهو الشيخ تقي الدين أنه يرى أن رضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقا، وهذا غير صحيح، بل الشيخ يشدد فيقول إن الرضاع لا ينشر الحرمة إلا إذا كان قبل الفطام، فلو أن امرأة فطمت وليدها وهو ابن 6 أشهر ثم ارتضع ذلك الوليد بعد 6 من امرأة أخرى فلا ينشر الحرمة، فجعل الرضاع المحرم متعلق بالفطام ولم يجعله متعلقا بالسنتين فهو أقل من سنتين، وإنما قال هذا من باب الإمكان مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة وهكذا. فالمقصود أن بعض الناس عندما يقرأ في كتاب ثم ينزله تأتي بغرائب الأمور وعجائبها، ولولا أن المقام ليس مقام تتبع لغرائب الفتاوى وغرائب التنزيلات لرأيت شيئا غريبا. إذن الأمر الثالث المهم أن تعلم أنه ليس كل مقروء يفتى به أو يتكلم به. وقد ذكر يحيى بن معين أنه كلمة جميلة فقال
ليس كل ما سمعت تكتب، وليس كل ما تكتب تحدث به. إذن المعيار للتفريق بين المقروء وبين ما تتكلم به في الدرس وتعلم الناس، المقروء الفرق بين ما تتكلم به وما تفتي به، هذه تعرف بالمجالسة وبالمذاكرة وبالقواعد التي أوردها العلماء في الفتوى. هذا الأمر الثالث فيما يتعلق بموضوع التعامل مع الكتب. الأمر الرابع هو أمر مهم، إن من أهم الأمور للتعامل مع الكتب معرفة اللغة، وأعني باللغة أمرين. الأمر الأول اللغة بالمعنى العام، ولذا فإن العلوم الشرعية إنما كتبت بالعربية، ومن لم يحسن العربية فإنه لا يمكن أن ينتفع من العلوم الشرعية. ولما بدأ يدخل بعض من لا يحسن العربية فيقرأ هذه الكتب ويترجمها عن طريق الترجمة الآلية، مر علي ويسألني بعض الناس ارسليها بالإيميل، غرائب الأشياء، يقرأ كتب الفقه ويترجمها لها الترجمة الآلية، شيء غريب جدا. يعني أضرب لكم مثالا، قبل بارح في أحد سألني في مسألة فقهية، في أحد البلدان قرأ رجل أن العصابة لا يشترط لها أن تكون ملبوسة على طهارة في المسح، ثم قرأ بعد ذلك أن الخمار يأخذ حكم العمائم في كل ما سبق، فظن أن العصابة عند الفقهاء هي العمامة، فأصبح يقول إن المرأة إذا لبست خمارا فإنها تمسح عليه وإن لم يكن لبسته على طهارة. وهذا غير صحيح، الفقهاء يفرقون بين العصابة وبين العمامة، فالعصابة إنما تكون لجرح ونحوه فهي ملحقة بالجبائر، وأما العمامة فإنها لبس لا يشترط لها الحاجة، والعصابة لا تضع إلا لحاجة. أنا قصدي من هذا أن معرفة المصطلحات عموما اللغوية أو المصطلحات المتعلقة بالفن الذي تقرأ فيه من أهم الأمور للفهم الصحيح. وكل علم من العلوم ألف العلماء مدخلا للغته، فأصول الفقه مثلا يعقدون في أوائل كتب المصنفة فيه أبوابا لمعرفة المصطلحات، فيعرفون لك كل المصطلحات الواردة في الأصول وفي الفقه. ومثله يقال أيضا في كتاب الله عز وجل وفي المداخل لعلوم السنة وغيرها من العلوم. إذن المصطلح هذا معرفته مهم جدا، ودلالته من أهم الأمور لكي يكون الفهم فهما صحيحا، وإلا فإن المرء سيأتي بغرائب الأمور وعجائبها. من أمثلة ذلك، بعض الناس يظن أن العلماء إذا قالوا إن فلانا جود الإسناد أي قال إن إسناده جيد، وليس ذلك كذلك. فالمتأخرون إذا قالوا فلان جود إسناده أي حكم عليه بأن إسناده جيد، وهو أحد صيغ التصحيح والتقوية للحديث، بينما المتقدمون إذا قالوا جود إسناده فهو قدح فيه، بمعنى أن إسناده ضعيف ثم إن الراوي جوده بمعنى أنه غير فيه أو دلس فيه فأصبح ظاهره إسنادا جيدا، فحينئذ كان استعمالهم لهذا المصطلح في الحقيقة إنما هو من باب توهين الحديث. وقد مر علي في بعض الرسائل من صحح حديثا بناء على أن يحيى بن معين قال فلان جود هذا إسناد هذا الحديث، وهذا غريب. إذن معرفة مصطلحات الفن ولغة القوم واللغة العربية شرط للانتفاع بالعلوم الشرعية أو بكتب العلوم الشرعية. حتى تعرفون كلام علماء الأصول أن من شرط الاجتهاد أن يكون المرء عالما باللغة، ولا أقصد بالمعرفة باللغة أن يعرف تفاصيلها، وإنما يعرف المعاني الكلية فيها، ويعرف كثيرا من الأشياء التي تكون سببا في اختلاف الفهم. الأمر الخامس من القواعد المهمة للتعامل مع الكتب لكي يكون الفهم صحيحا، وهي قاعدة مهمة، وهو التدرج في العلوم والقراءة. إن بعض الناس يعجب بنفسه أو لا يوفق لمن يدله الدلالة الصحيحة للقراءة، فيبدأ بكبرى الكتب ويبدأ بمطولات الكتب، ويكون في الحقيقة مثله كمثل المنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع،
لا هو الذي انتفع ولا هو الذي لا هو الذي انتفع بالكتاب ولا هو الذي استفاد من وقته. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. فمعرفة صغار العلم يبنى عليها معرفة الكبار، وهكذا. وكثير من الإخوان ربما بدأ بقراءة بعض شروح الأحاديث وهو لا يعرف ما معنى الباب، ما المراد بالجعالة، ما الفرق بين الجعالة والإجارة، ما الفرق بين أنواع الإجارات، ما الفرق بين ربا القروض وربا الديون، بين ربا القروض وبين ربا الأموال. عدم التفريق هذا يجعل الشخص يفهم إما فهما خاطئا أو يقرأ شيئا بمثابة الطلاسم، وعلى أقل الأحوال لا ينتفع من الكتاب إلا بعشر عشره. ولذا فإن التدرج في العلم بأن يبدأ بصغار العلم ثم ينتقل إلى كباره، هذا هي التوفيق. ولا يوفق الشخص لهذه الطريقة إلا إذا وفق لمن يأخذ بيده. جاء عند يعقوب بن سفيان في تاريخه أنه قال أو نقل بإسناده عن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك أنه قال: إن من نعمة الله عز وجل على الحدث، أي الشاب، إن من نعمة الله عز وجل على الحدث والأعجمي إذا أسلم أن يوفق لشيخ من السنة فيأخذ بيده ويدله على الصواب ويبعده عن الخطأ. وهذه مسألة مهمة جدا. ولذا فإن معرفة ما الذي يبدأ فيه في القراءات وما الذي يتدرج به، هذا مسألة مهمة. ولا يبدأ صغير العلم بكبائر بكبريات الكتب. وقد أشار لذلك الأئمة، فعلى سبيل المثال جاء أن الإمام أحمد قال له بعض أصحابه: الرجل يكون عنده الأيتام يقرئهم الحديث، قال: لا، بل يحفظهم القرآن ثم يسمعهم الحديث. فالتدرج في العلوم وفي أجزاء العلم الواحد من الأمور المهمة لكي يبنى العلم بعضه على بعض، وألا يقفز الرجل قفزا عاليا. ليس معنى ذلك أنك تطيل في المقدمات، فإن بعض الناس يؤتى ذكاء فيستطيع أن يجلس المقدمات فترة قليلة ثم ينتقل بعدها، ولكن معنى ذلك أنك لا تبدأ، لا بد أن تبدأ بالدرجات الأول. وهذا توفيق من الله عز وجل للعبد، ولا يعرف العبد أنه استطاع الرقي إلا بشهادة أشياخه له، كما قال مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة: ما أفتيت حتى شهد لي 70 معمما أني أهل للفتوى. قال ابن ناصر الدين: ولم يكن يتعمم في ذلك الزمان إلا فقيه. بعض الناس يعجب بنفسه يقول: أنا أصبحت كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هم رجال ونحن رجال. وهذا موجود ليس غريبا، بل كثير في زماننا، يعني لا تستعجب، لا أقول لك بالعشرات بل بالمئات والألوف، يقول: أنا وهؤلاء سواسية. ربما بعضهم زاد فيقول: أنا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواسية في الفهم. فنقول: هذا مصيبة. من يشهد المرء إنما يشهد له أهل الفضل. بل ثق أن المرء كلما كان في العلم متواضعا كلما كان علامة زيادة علم عنده. فالشخص كلما زاد علمه زادت إنابته وخشيته لله عز وجل ومعرفته بجهل نفسه. ومن أعجب بنفسه فإنه في الحقيقة جاهل. ولذلك فكلمة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، الإمام الشافعي، له كلمة جميلة يقول: العلم أربعة أرباع، من تعلم الربع الأول ظن أنه أعلم الناس كما هو حال كثير من الناس، والثاني يعلم إذا تعلم الربع الثاني علم أنه قد فاته من العلم شيء، والربع الثالث إذا تعلمه علم أن ما فاته أكثر بكثير مما أدرك وحصل. قال: وأما الربع الرابع فلا يتحصل عليه أحد لكثرته وطوله، وهو أطول الأرباع الأربعة. إذا من الأمور المهمة في القراءة في الكتب وهو قضية التدرج فيها، لأن من لم يتدرج فإنه سيأتي بغرائب الفهوم ويأتي بعجائب الاستنباطات. من القواعد أيضا المتعلقة بالكتب والتعامل معها، وهو أن الكتب ليس كل كتاب يقرأ. بعض الناس يقول عنده سياسة لتكون عندك حرية في القراءة. نقول: أما الدين
فإنه لا بد أن يعرف عن من يؤخذ. لا يؤخذ الدين لا عن أشياخ ولا من أي كتاب، بل لا بد أن يؤخذ الدين من أهله ومن عرف به. فلا يؤخذ من الحديث إلا ما صح، ومن الفقه ما ضبط بقواعد أهل العلم. ولذا فإنهم حرم أهل العلم رواية الحديث الموضوع والضعيف إلا على سبيل التبيين، كما روينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في الفقه كذلك، نص العلماء وألف فيها ابن رجب رسالة كاملة أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة المتبوعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد حررت أصولها ودققت مسائلها وبنيت الفروع فيها على أصول محررة، تتابع ألوف من العلماء على المسألة كل مسألة منها تحريرا وتدقيقا وذكر قيود ومحترزات وتدليلا لها، بخلاف المدارس الأخرى. فإن المدارس الأخرى ربما لا ينسب لها إلا آحاد لا يصلون إلى العشرة، فحينئذ لا تكون محررة من جهة. ومن جهة أخرى كما قال ابن رجب أن كل خلاف كان عند السلف فكله دخل في المذاهب الأربعة استقراء كليا، ما من قول عند السلف له نظر صحيح واعتبار إلا وقد دخل في المذاهب الأربعة. ولذا فإن هناك من الخطأ أن بعض الأفاضل قد ينظر في كلام بعض أهل العلم من المتقدمين من التابعين، فينظر في كتب الآثار فيفهمه فهما غريبا، ثم بعد ذلك يظن يقول هذا قال به العلماء، هذا غير صحيح. فإن فهمهم لا بد أن يذكر بقيود العلماء، والأمثلة على ذلك في زماننا بالعشرات. لكن أضرب لكم مثال: جاء عن بعض أهل العلم أنه أجاز للرجل أن يلبس الخاتم من الذهب، والآثار فيه موجودة في مصنف ابن أبي شيبة. قال بعض المحاصرين وألف فيها رسالة أنه يجوز للرجل أن يلبس الذهب مطلقا لما نقل عن فلان وفلان. ومن غرائب، بل لا أقول من غرائب، بل من سمات أهل زماننا أنهم يختارون من الأقوال أي قول ما دام قد قال به أحد. ثم بدأ تطور هذه الفكرة ويقولون يجوز أن نحدث قولا لم يقل به أحد، وهذا المسلك الجديد بدأ يخرج في خلال 50 سنة الماضية. فنقول إن ما جاء عن أولئك المتقدم من أهل العلم مقيد بكلام أهل العلم، فقالوا إنهم يرون جواز الذهب اليسير للحاجة لا مطلق الذهب، لأن الحاجة نوعان: حاجة للعين وحاجة للصفة. فالحاجة للعين هي الضرورة كالسن والأنف، والحاجة للصفة هذه يسميها الفقهاء بالحاجة. فأحيانا قد يكون ثبوت الفص لا بد أن يكون له معدن قوي يمسك به، فلذا فيجعل محل الفص من ذهب ليمسكه، لا أن جميع الخاتم أو جميع الحلي من ذهب. وهذا المعروف، أين عرفنا ذلك؟ من كلامهم الآخر. لكن لما كانت أول شيء مذاهب هؤلاء العلماء، لأنها تنقل عنهم في سطر أو نصف سطر غير محررة، قال أهل العلم لا يأخذ منها إلا من عرف الفقه كله من جهة، ومن جهة أخرى أن المذاهب الأخرى كلها أخذت على هذا المبدأ، والأمثلة فيها بالمئات. فقط أردت بهذا المثال لأن هناك رسالة طبعت مؤخرا في إجازة تحلي الرجل بالذهب وأن يفعل به ما شاء، بناء على أثر وجده في بعض كتب أهل العلم. إذن أريدك أن تعلم هذه المسألة الكلية، أن من قرأ في كتاب ليس كل كتاب يقرأ، بل إنه قد نهي عن قراءة الكتب لمعايير، منها ما ذكرت لك، ومنها إذا كان مؤلفه مجهولا، وهذا ما سأتكلم عنه في القاعدة التي بعدها. ولذا أيها الأفاضل احذر، احذر من القراءة في كتب أهل البدع، فإن القراءة في كتب البدع توقع. وقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يدخل عليه الرجل ويقول: أريد أن أسألك سؤالا، فيقول: لا أسمع منك شيء. قال: اسمع مني كلمة. فيسد مالك أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة. ثم قال: أو كلما جاءنا رجل تركنا ديننا لأجله. ثق أن من قرأ في بعض الكتب التي تكون فيها شبه
ويكون فيها غرائب لربما دخلت الشبهة وما خرجت. جاء أن بعض المتقدمين ألف كتابا في الرد على الذين يقولون إن الكواكب يجوز يعني يشرع عبادتها، فجمع أدلتهم ثم أراد الرد عليها فما أحسن الرد، فقالوا إنه جمع أدلة من قال بعبادة الكواكب ولم يحسن ردها. وأحد المدرسين كان يشرح للطلاب بعض آراء بعض أهل الأهواء، ثم لما انتهى من الشرح أراد الرد عليها، فقام أحد طلابه فقال: يا شيخ، لقد دخلت الشبهة وما خرجت. ولذلك فإن القراءة في كتب التي على غير هدى قد توقع في النفس الشبهة ولا تخرج، مثل ما قال الأول: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنا. دائما القلب أبيض، فإذا جاءته أول شبهة بقيت فيه ولم ينسها. ولذا نهى الأئمة عن القراءة في الأحاديث الموضوعة، وقيل لأحمد: الرجل يجد الأحاديث الردية قال يخرقه، يشق الكتاب ولو كان لغيره، ما دام فيه أحاديث موضوعة تخرق ولا تقرأ ولا تسمع. ومثله ما يتعلق بعلم المنطق، فقد ذكر صاحب نظم السلم في علم المنطق فقال: وابن الصلاح والنواوي حرم، أي حرم النظر والتعلم للمنطق، النووي وابن الصلاح. وقال: قوم ينبغي أن يعلم، أيضا هذا غير صحيح. والقولة الصحيحة المشهورة، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة محصن بالسنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب، هذا رأيه. لكن يقولون: لا يتعلمه إلا من انتفع به إما لرد أو فائدة بعد أن يتمكن من الكتاب والسنة. إذا المقصود أن بعض الناس قد يعجب بنفسه فيريد أن يقرأ بعض الشبه فتقرأ. بما أن الإخوان أرادوا أن يكون الحديث عن بعض الأمثلة في الغلو، فسأذكر مثالا. في هذا الزمان أصبح عدد الذين يقرؤون الذي يكتب ينشر في كل مكان، أي كتاب تريده تستطيع الوصول إليه بجيبك، هذا فيه جهاز يحضر لك أي كتاب شئت، ولو كان هذا الكتاب ألفه رجل في أقصى المشرق أو المغرب ما دام قد أنزله على هذه الشبكة. جاء رجل وكألف كتابا، في هذا الكتاب تكفير المسلمين أئمتهم وأفرادهم، وفيه من الحث على غرائب الأمور وعجائبها الشيء الكثير. قال رجل: فقلت لصاحب هذا الكتاب: من مؤلف هذا الكتاب الذي نشره؟ من مؤلف هذا الكتاب؟ قال: ليس عليك من مؤلفه، وإنما اقرأ فيه ثم ناقشني. هو يريدك أن تقرأ أولا في الشبهة حتى إذا دخلت الشبهة في نفسك أمكن بعد ذلك تثبيتها. ولذلك دائما لا يقرأ أي كتاب، لا في الفقه ولا في الحديث ولا في أمور الاعتقاد ولا في غيرها من الأمور، فإنها قد توقع في النفس شبهة فلا تخرج. وإذا كما أننا نختار الشيوخ الذين نقرأ عليهم، فإننا نختار الكتب التي نقرأ فيها، فليس كل كتاب يقرأ، وهذا أصل مهم جدا. وبعض الناس كل كتاب يقع في يده يقرأ فيه، وهنا تأتي الآفة. الأمر القاعدة التي بعدها: أننا نعرف الكتب بمؤلفيها، وهذا معروف، فإن المجاهيل لا يؤخذ منهم علم، المجهول لا يؤخذ منه العلم البتة. وهناك كتب في الفقه مثلا جهل مؤلفوها فلم يعتد بها، فعلى سبيل المثال كتاب القنية للزاهدي الحنفي، بعض الحنفية قالوا إن هذا الكتاب ليس بمعتمد، قالوا لأن مؤلفه لا يعرف، وإن عرفه بعض فنسبه للزاهدي. عند الحنابلة مثلا كتاب اسمه الروضة الفقهية، هذا الروضة الفقهية ينقل من كثير وعنده بعض الغرائب والتفردات، كل مسألة تفرد بها صاحب الروضة غير معتد بها. السبب أن الروضة الفقهية لا يعرف مؤلفها. إذن من الأمور المهمة، وهذا من في العلوم الشرعية، لا بد من تسمية رجالكم، كما جاء أنهم كانوا يأخذون العلم في عهد الصحابة فلما وقعت الأهواء قيل لهم: سموا رجالكم. لا نأخذ العلم عن المجاهيل، ولا نأخذ العلم عن من لم يعرف به،
فلا بد أن يكون مؤلف الكتاب معروفا بالعلم، منسوبا للسنة، ليس ذا غرائب فيها. ولذا فإن معرفة الرجال من الدين، أليس الأسانيد ننظر للصحيح من الضعيف باعتبار رجالها؟ فكذلك الكتب، فإن الكتب هي أسانيد الوجادات، فلا بد من معرفة مؤلفها. والمؤلف إذا كان عالما فتش وحقق ودقق، فلم ينقل في كتبه كل شيء، بخلاف الآخر الذي يكون حاطب ليل، كلما وجد شيئا أثبته، وكلما وجد نقلا كثر به كتابه، فيأتي بالصواب والخطأ وبالغث والسمين معا. إذا من القواعد المهمة للتعامل مع الكتب أننا إذا أردنا أن نقرأ الكتاب أن ننظر لمؤلفه، فإن معرفة المؤلف ومكانته وعلمه من الأمور المهمة. يعني من باب طرد السآمة أذكر لكم قصة. في بعض البوادي عندنا حكى لشخص، هذه قصة قديمة ليست حديثة، في أول بدء الناس تعلمهم القراءة، جاء رجل لامرأة فقالت عندي كتاب تقرأ علي بنتي منه كثيرا، وهذا الكتاب فيه قصص تبكي. فلما قال أعطوني هذا الكتاب، فلما أخذ الكتاب من قريبته إذ الكتاب مكتوب عليه العهد الجديد إذ بها تقرأ في الإنجيل، وهي مسكينة يعني لا تعرف العجوز، والبنت حديثة القراءة يعني بنت صغيرة جدا فتقرأ على أمها. فأنا قصدي من هذا الكلام يعني أن معرفة الكتاب ومعرفة مؤلفه مهم، وأنا أتيتك بالمثال الذي لا يختلف اثنان على خطئه، فإنها كانت تقرأ في الإنجيل وهي لا تعلم، تقرأ القصص التي فيها وتبكي وتتأثر بها هذه العجوز. فكذلك غيرها من الأمور، وكثير من الأهواء التي جاءت في زماننا والغلو الذي حدث إنما كان بأسباب كتب مجهولة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يكثر القول ولا يعرف قائله، فجاء أنه في آخر الزمان يأتي الناس فيسمعون صوتا لا يعرفون قائله فيقول قد خلفكم الدجال في أهلكم فيخرجون. هذه لها معنى أنه ينتشر المجاهيل الذين يتكلمون، ومن أكثر الأزمان في كلام المجاهيل زماننا هذا، وخاصة في وسائل التواصل. ففترة كانوا يتكنون فيقول أبو فلان الفلاني وأبو فلان الفلاني، ثم أصبحوا بدل الكنى ألقابا، يجعلون لهم ألقابا، فتجد من الألقاب الغرائب، وتجد هذا الرجل ربما كان كتاباته ومتابعوه بعشرات الألوف، وإذا بحثت عنه وفتشت فنظرت إليه في جماعته وأهله وجدته إنما هو من أطرف القوم وأبعدهم عن المكانة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن من آخر الزمان أن ينطق الرويبضة، عند أهله لا قيمة له، ولكنه إذا كتب اتبعه الناس وصدقوا قوله، وهذا علامة سوء في الناس أن يتبع الرويبضة ويترك كامل العقل. إذن هذه من القواعد المهمة، وهو أنه لا بد أن نسمى يعرف من صاحب الكتاب فيقرأ كتابه، فليس كل كتاب ألف ولو في أي فن يقبل، لا في اجتهاد فقهي ولا في أمر خبري ولا في أمر اعتقادي كذلك. من الأمور، وأنتهى الوقت يعني نحن سنقف بعد دقيقة أو دقيقتين، من الأمور المهمة في التعامل مع الكتب يجب أن تعلم كيف تقرأ الكتاب، وهذه سأقف عندها بعض الشيء في دقيقتين أو ثلاثة ثم سأختم لانتهاء الوقت. بعض الإخوان يقرأ الكتب بفتح الكتاب فيقرأ مسألة ويترك الباقي، فلا يقرأ أول الكتاب ولا آخره ولا مقدماته ولا خواتيمه، فحينئذ يكون تصوره للمسألة ناقص. وهذه الطريقة في القراءة كثرت في هذا الوقت، وخاصة مع وجود الموسوعات، فإن هذه الموسوعات الإلكترونية يبحث فيها المرء فتوجد له الجزء الذي يريده فيأخذ هذا الجزء ويترك الذي قبله والذي بعده. وهذه الطريقة في الاجتزاء تأتي بغرائب الأمور، فقد يكون المرء اجتزأ كلاما ناقصا فيفهم الكلام على غير وجهه. الأمر الثاني أن بعض العلماء عندما ألف كتابا فإنه يبني ما كتبه في وسطه على المقدمات التي أوردها في أوله، ما لم تفهم الأول فلن تفهم الأخير.
الأمر الثالث أنه ربما هذا الكلام الذي وقفت عليه أو اجتزأته ليس من كلام المؤلف، وإنما أراد أن ينقله عن غيره، فظننت أنه كلام أنه كلامه، وهذا كثير في كتابات المعاصر. ولذا فإن الفهم الصحيح أنك تقرأ الكتاب كاملا فتعرف غرض المؤلف، وتعرف مقصده، وتعرف طريقته في التعبير. فإن بعض العلماء طريقته يريد الاستطرادات، فيأتي بالشرط ثم يذكر استطرادا في سطر ونصف ثم يأتي بالمشروط. لا تعرف هذا الأسلوب إلا إذا اعتدت على القراءة من أول الكتاب حتى تعرف حتى طريقة المؤلف وأسلوبه، فإنك حينئذ تعرف هذه الطريقة كمالها في طريقة هذا الرجل. ولذا من الأمور المهمة أنك إذا قرأت كتابا أن تبدأ من أوله وآخره، فتبدأ أولا بقراءة مقدمته وتقرأ آخره وهي الفهارس، لأن الفهارس يعطيك تصورا كاملا عن الكتاب. ثم إذا أردت أن تقرأ جزئية فقرأ الفصل الذي هو فيه كاملا لكي تفهم هذه المسألة كلها. وهذا كثير، وخاصة في كتب الشيخ تقي الدين، كثير من الناس يفهم من كلام الشيخ تقي الدين ما لم يقله وما لم يقصده، لأنه اجتزأ كلامه عن أوله. وعلى سبيل المثال كتاب بيان التلبيس الجهمية، فإنه لا يفهم حقيقة إلا بقراءته كاملا. بعض الكتب أيضا لا بد من قراءتها لأنها بنيت على فترة زمنية، كتبت لفترة زمنية معينة بناء على ظروف مخصوصة، فإذا قرأت الكتاب عرفت ذلك. ولذا فإن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كتاب مصباح الظلام قال: إنما وجد من كتابة المشايخ قبله إنما كان في فترة زمنية وظروف معينة، فلا يصح تعميم كلامهم. قال هذا قبل أكثر من 100 سنة وأكثر. العجيب أن بعض المعاصرين ينقل كلام الذين بينه الشيخ عبد اللطيف عنهم ثم يستدلون به على تكفير أفراد، وعلى خروج على ولاه، وعلى شق لعصا الطاعة، وعلى أمور كثيرة، فقال إن فهمهم غير صحيح لأنها بنيت على حالة. ولذلك فإن بعض الكتب ألفت لواقعة معينة فلا بد من معرفة هذه الواقعة، وهناك كتب ألفت على أساس أنها قواعد كلية، فنزل الأولى منزلتها ونزل الثانية منزلتها، ولا تجعل ما ألف على هيئة فتوى أو على هيئة حكم لواقعة، تجعله على مثابة الحكم الكلي. ولذا عند العلماء قاعدة أن الفقه لا يؤخذ من الفتاوى، وإنما يؤخذ من الكتب الفقهية. الفتاوى لا يؤخذ منها فقه، وإنما تؤخذ منها مسائل، لكن لا يؤخذ منها فقه كلي، إذ الفتاوى تكون لوقائع ونوازل معينة. يعني هذا بعض الأمور المهمة التي تتعلق بمنهجية في قراءة الكتب، وكيف أن هذه المنهجية مؤثرة في الفهم الصحيح لمضمون الكتاب، سواء كانت الكتب من كتب الحديث أو الفقه أو التوحيد والاعتقاد أو غيرها من العلوم الأخرى التي سبق الإشارة لها. وهذه ربما هي أهم القواعد الحاكمة لهذه المسألة. أسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحرورية طبعا هي فرقة متقدمة، ولذلك قالت عائشة لما قالت لها امرأة: ما بال النساء يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ الحرورية نسبة لحروراء، وهي مدينة من مدن العراق، خرج فيها أقوام اجتهدوا في تفسير النصوص بعقولهم. ولذا كانت أول البدع ظهورا في عهد الصحابة أو في أواخر عهد الصحابة هي بدعة الخوارج، فالحرورية هي قوم من الخوارج
خرجوا فسروا النصوص بعقولهم، فحينئذ نسبت لهم هذه النسبة، فقالت أحرورية أنت، فهي نسبة إلى بلدة. نعم. نعم. واختارهم قد كثرت الاختلافات والاتجاهات، وكذلك بالنسبة للكتب. والسؤال الثاني أيضا تبعنا، ما الصحيح المذهب الذي يمتز من المذاهب الأربعة مجموعها أم أحد المذاهب الأربعة؟ نعم، نبدأ بالمسألة الأولى وهو قضية كيف تعرف العالم. العلماء يقولون إن العالم يعرف بصفات، وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات لازمة لا بد من وجودها، وصفات مرجحة. وهذه الصفات المرجحة عند التعارض بين من تحققت فيه هذه الصفات اللازمة. الصفات اللازمة صفتان: الصفة الأولى لا بد أن يكون المرء ذا علم، والصفة الثانية أن يكون ذا دين، وهما أمران واضحان. كلنا يعرف أنه لا يقلد في الدين ولا يسأل ويؤخذ العلم إلا من وجد فيه وصفان: العلم والدين. لأن فاقد العلم لا يمكن أن يعلم ما هو فاقد له، ففاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، وهذا من بدائح العقول أنه لا بد أن يكون عنده علم. وأما الدين فلأن العلم الشرعي فيه معنى التدين، ليس كل من تعلم فهو عالم، بل لا بد فيه معنى الدين. وأول الدين الدخول في الإسلام، ثم مطلق التدين بعد ذلك. قلت هذا لما؟ لأن بعضا من الكفار ألفوا كتبا في الفقه، هناك كتاب اسمه التتمة الفقهية، يقول قال أبو حنيفة وقال محمد بن حسن وقال أبو يوسف والراجح عندي كذا، ويرجح. مؤلفه ماروني، ليس مسلما، والكتاب طبع سنة 1303 أو 5 قبل 130 سنة. ماروني حتى لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، يذكر المسائل ويفصل فيها طبعا في غير العبادات، في المعاملات وفي الجنايات، باعتبار أن القضاء عليها. إذن ليس العلم مأخوذ لا بد فيه من الدين. طيب كيف نعرف أن المرأة عالم ومتدين؟ يعرف بأمور: الأمر الأول بثناء الناس عامة عليه، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس مرت عليه بجنازتين فقال الأولى وجبت وقال الثانية وجبت، قالوا ما وجبت؟ قال الأولى مرت فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية مرت فأثنيتم عليها شرا فوجبت لهم النار، أنتم شهداء الله في أرضه. الاستفاضة بأن المرأة معروف بالعلم هذا معتبر، هذا القيد الأول. إذن أن ترى شخصا فتبهر بلسانه وببيانه وبمحفوظه وهو غير معروف عند الناس بالعلم، كن في توجس منه. أنا لا أنفي علمه، وإنما كن في توجس منه، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة. الأمر الثاني أن يكون معروفا بالعلم من أهل العلم. ألم أقول لكم إن مالكا قال لم أفتي حتى شهد لي 70 معمما أني أهل الفتوى؟ فإنما يعرف الفضل أهله، ويشهد به من تحمله. فالعلماء هم الذين يستطيعون أن يحكموا أن فلانا عالم أو ليس بعالم. ولذا فيسأل الأشياخ إن أثنوا على شخص فما أثنوا عليه وهم من أهل الدين إلا وهو من أهل العلم أو عندهم من العلم ما يستحق أن يؤخذ منه. وهذا معيار ثاني مهم. المعيار الثالث لكي نعرف هل عنده علم أم لا، أن يكون الشخص معروفا بتحصيل العلم. العلم لا يأتينا فجأة، ليس عندنا كما يدعي بعض من لا خلق له أن العلم يأتي فجأة فيكون علما لدنيا، لا، بل العلم يكون بالتدرج وبالتعلم الذي عرف من صغره بالجلوس عند العلماء وبالأخذ عنهم وبالتعلم بطريقة أهل العلم المعروفة، فهذا معروف عنه أنه قد تعلم. نعم بعض الناس يستطيع في أيام قليلة أن يحصل شيئا كثيرا، لكن لما لم يعرف بالعلم فليس من أهل العلم، لا بد من إطالة المكث، فيعرف بالجلوس عند العلماء، يعرف بالحفظ، لا بد أن يكون حافظا لكتاب الله وهو أهم شيء، ثم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
ثم بعد ذلك متون أهل العلم. إذن لا بد من أن يكون معروفا بالجلوس عند العلماء وأخذ العلم فترة طويلة، وهذا معيار مهم جدا. من المعايير كذلك أن يكون الشخص، نحن ذكرنا عن ثناء الناس وثناء العلماء عليه ومعروفا بالعلم أو بطلب العلم وتحصيله. من المعايير التي ذكرها العلماء أن يكون المرء مع محصيله العلم أن يكون ذا عقل، فمعرفة العقل مهم، وذلك أن الشخص يستفيد من شيخه في روايته وإسناده وفي فهمه ونقله وفي فهمه وتدقيقه، ويستفيد منه في خلقه وفي حكمته. فإذا كان الشيخ ذا عقل وحكمة انتفعت من عقله ربما أكثر من علمه، وهذا مشهور، يذكرون بعض أهل العلم أنه كان انتفع بعقله أكثر من الانتفاع بعلمه، لأن العالم ليس مجرد ناقل كالكتب فهو نسخة من الكتب، وإنما عنده التنزيل، فجزء من العلم هو التنزيل على الوقائع، وهذه تحتاج إلى العقل بأقسامه الأربع. إذن هذه بعض الأشياء التي يعرف بها العالم، ولها يعني كتب مفصلة، وغالبا ما يتكلم عنها العلماء في أصول الفقه عندما يتكلمون عن مباحث الاجتهاد والتقليد. المسألة الثانية، كيف تعرف الكتاب؟ شوف، لكل علم كتب جرت عادة العلماء على البداءة بها، إذن لكل فن كتبه، هذا من جهة. الأمر الثاني، ولكل بلدة ومدرسة كتبها، فلكل بلدة عندهم كتب يقرؤونها، ولذا إذا أردت أن تقرأ على مشايخ بلد فلا تقرأ كتابا ليس مقروءا عندهم ولا مشروحا، لأن الكتب تتكرر في الشرح، فالذي يشرح كتابا 30 مرة أو 20 مرة إذا شرحه بعد ذلك يكون عنده كما يهد الفاتحة من سهولته وعدم الإغراب في فهمه. إذن اختيار الكتاب الذي تقرأه على الشيخ لا بد أن يكون مبنيا على أمرين، مبنيا على الفن وعلى الكتاب الذي جرت العادة بالإقراء له في البلد، وهذا معروف منذ القدم، كل بلد عندهم كتب يقرؤونها، كل مذاهب الأربعة، كل منطقة من المناطق التي ينتشر فيها المذهب يوجد عندهم كتب يعتمدونها بخلاف البلدة الأخرى وهكذا. ولذا فإن معيار الكتاب الذي يختار مختلف، لكن أهم المعايير ذكرت لك قبل قليل، ألا يكون فيه أشياء ردية، وأن يكون مؤلفه معروفا بالعلم، وأن يكون الكتاب بالتدرج يبدأ بصغار العلم قبل كباره. المسألة الأخيرة، قضية الذي أشار لها أخونا الفاضل، وهو قضية أي مذهب من مذاهب الأربعة ينتسب له طالب العلم. نقول من قال إنه يجب الانتساب لمذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد دون ما عداه، وأن الصواب في أحد الأربعة دون ما عداها، فهو على ضلال عظيم. فقد ذكر ابن مفلح في الفروع أن من قال هذا يؤدب، الصواب في قال الله قال رسوله. طيب، إذن المذاهب الأربعة ما هي؟ المذاهب الأربعة هي وسيلة للوصول للحق، لمعرفة الحق، فقد يكون الصواب في أحدها دون ما عداها، لكنه لا يخرج عن الأربعة أبدا. قاله الشيخ تقي الدين بن تيمية، وقاله ابن رجب، وقاله ابن حجر الهيتمي، وكثيرون قالوا هذا الكلام. الأحكام في الغالب لا تخرج عن أربعة، فيكون مثابة الإجماع عليها، لأن خلاف السلف كله دخل فيها. طيب، وأنا أقول أربعة المذاهب، ولا أقول أربعة الأئمة، فرق بين المذاهب والأئمة وتكلمنا عنها قبل. ما الذي تختاره؟ تختار الذي عليه أهل بلدك فقط. ما الذي عليه أهل بلدك؟ خذه وتعلم به، ثم بعد ذلك إذا تمكنت من الدليل فحينئذ تجتهد. ولذا فإن فقهاءنا يقولون من كان مجتهدا بالدليل فإنه يحرم عليه أن يقلد، يحرم التقليد على المجتهد. لكن متى تكون مجتهدا؟ ليس طالب الجامعة مجتهد، هذا مسكين يأتي بغرائب الفتاوى، بغرائب المسائل. المجتهد الذي بدأ وعرف الفقه وقرأه من الطهارة إلى الإقرار وضبطه وفهمه، ثم عرف الخلافة والأدلة فيها، ثم بعد ذلك استطاع النظر. إذن لا تتسور الجدار فتصل لمرحلة الأكابر وأنت لم تبدأ بمرحلة الأولى قبلها. إذن الطريقة أن الإنسان ينظر ما هو المذهب السائد في بلده فيتعلم به، ثم بعد ذلك يوفقه الله عز وجل، إن وفق الله له صفاء ذهنه وحسن فهمه
وطول عمره واستطاع النظر في الأدلة فحينئذ ينطلق. وأما أن يبتدئ ابتداء فيقول أجتهد في كل مسألة أقولها وأنا في بيت الله الحرام هو كاذب، لا يمكن ذلك. الشخص ابتداء يكون مجتهدا في كل مسألة لا يمكن على مر التاريخ أبدا، لا يمكن لا يمكن. فهو إما أن تقلد شخصا وإما أن تقلد مدرسة. إذن الأربعة، المذاهب الأربعة المقصود منها التفقه والتعلم فقط، وأما التعصب فهو مذموم. فرق بين التعصب وبين التفقه. التقليد مجمع على العمل به إلا لمن وجد الآلة فإنه يجتهد، وقليل من تجد عنده الآلة للاجتهاد. نعم. نعم، بالنسبة أولا للإعجاز العلمي في القرآن فلست متعبدا به لا من قريب ولا من بعيد. وقد ذكر الشاطبي كلاما في الموافقات جميلا، مؤدى كلامه أظن في الموافقات أو الاعتصام نسيت الآن، مؤدى كلامه أن القرآن لا يعارض الحقائق العلمية. ألا له الخلق والأمر، الخلق خلق الله والأمر أمره سبحانه وتعالى ومنه كتابه، لا يعارض الحقائق. لكن القرآن لم يأتي لإثبات الحقائق. انظر الفرق بين الثنتين، هو لا يعارض لكنه لم يأتي لإثباتها، إنما جاء القرآن للأمر بعبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة وتوحيده جل وعلا. فما يفعله بعض الناس من أن يلووا نصوص الأخبار الأخبار من الكتاب والسنة لكي تكون مثبتة لنظرية ما، وأقول نظرية من باب المعرفة لأنها لا يلزم أن تكون حقيقة. فبعض الناس الآن بدأ حتى يثبت النظريات بالقرآن، فهذا باطل، لأن هذه النظرية قد يثبت بعد ذلك بطلانها أو يثبت خطأها أو تقييدها أحيانا، يثبت تقييدها أحيانا، فحينئذ كذبت القرآن. نحن نقول القرآن لا يعارضه، لا يقول إنها صواب ولا خطأ، فهذه مسألة. أما أن تأتي للإعجاز بهذه الطريقة فقد أنكره أهل العلم منهم الشاطبي، أطال على الكلام في هذه المسألة، وقد ذم من توسع في هذا الباب كالرازي، فخر الدين الرازي في كتابه في تفسيره معالم الغيب ذم، حتى قيل إن كتابه فيه كل شيء إلا التفسير. إذن القرآن لم يأتي لإثبات هذه الحقائق ولكنه لا يعارضها. انظر الفرق بين الثنتين، فرق بين التعارض وبين إثبات الحقائق، هذان فرقان كبيران فانتبه إليهما. طيب، من كان متمكنا من فهم الكتاب فهما صحيحا بلسان العرب ثم أراد أن يقول إن هذه الحقيقة لا تعارضها لا مانع منها. وقلت الفهم لما؟ لأنه مر علي شخص أراد أن يثبت، لا أقول كروية الأرض، طبعا جمع أهل السنة على أن الأرض كروية مشهور هذا الشيء، لكن أراد أن يقول إن الأرض بيضاوية، فقال إن هذا في القرآن وهذا الحقيقة ثابتة قبل عشرات القرون. أين ذلك؟ قال في قول الله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها. قال ونحن عندنا في لهجتنا، في لهجة البلد التي هو منها، الدحية هي البيضة، فقوله دحاها أي جعلها كالبيضة على شكل بيضاوية. منذ سمعت هذه الكلمة إلى الآن من أكثر من 15 عاما وعشرين عاما، وكلما وجدت كتاب لغة بحثت في دحى فلم أجد من أهل اللغة من قال إن دحى معناها بيضة، وإنما دحى أي إنها ليست مجوفة وإنما ممتلئة الداخل. فهنا أبعد في تفسير الآية لإثبات نظرية ما أرادها، هذا تكلف منهي عنه مذموم. إذن فرق بين الاستدلال بالقرآن لها وبين القول بأن القرآن لم يعارضها. القرآن ما جاء لإثبات الحقائق الكونية لا الكيميائية ولا الطبية ولا جميع الحقائق الأخرى، وإنما جاء لإفراد الله عز وجل بالعبادة والأمر بذلك. ففرق بين المسألتين. والإنسان طبعا لا يتكلف، فإن هذا من الأمور المعتادة، لكن ربما تأتي مسألة أو المسألتان تأتي في محلها فحينئذ تأتي تبعا لا أصلا. نعم. الله إليكم. يقول ما رأي فضيلتكم في ألفية العراق والسيرة
نعم. ألفية العراقي في السيرة ألفية جيدة، ويعني قبل أربعة أيام أو خمسة وجدت نسخة منها، رأيت عند أحد الأخوان لعله يعمل عليها بخط البرهان الحلبي، وهي موجودة الآن، وهي جيدة وجميلة، والعراقي من أولين له النظم حقيقة. وإلى عهد قريب كان عندنا يلزمون بالحفظ، يعني بعض المشايخ كانوا يلزمون أيام المعاهد العلمية قديما بحفظ ألفيته في الحديث، فألفيته جيدة، يعني هو شعره جميل، وليراه العراقي عليه رحمة الله. ذكرتم أن الكتب وحدها لا تكفي، فهل إذا جمع بين القراءة والشرح الصوتي بذلك الكتاب؟ نعم، بالنسبة للقراءة وحدها لا تكفي، لأنها قد تؤدي للفهم الخاطئ، لكن لا بد أن يجمع مع القراءة أشياء أخرى، منها المدار أو شيء القراءة على أهل العلم، ومنها المدارسة مع طلاب العلم، لا بد من المدارسة والمذاكرة، فإن المرء لا يكون عالما حتى يأخذ العلم ممن هو أعلى منه وممن هو مثله وممن هو دونه، فلا يستنكف ولا يستكبر. والمدارسة هذه مفيدة في الفهم، وخاصة إذا كنت من تدارسه يجيد الفهم، وذلك أن الإنسان أحيانا قد يقرأ الكلام لا ينحل له إلا إذا تكلم هو، وهذا مجرد. ولذلك إذا استشكلت مسألة أكثر الكلام فيها، كل من رأيته قل المسألة الفلانية رأيتها، رأيت المسألة الفلانية لم أجد لها حلا، ما رأيك في حل المسألة الفلانية؟ اسأل الناس كلهم، ربما تجد الحل عند من هو في سنك ومن هو مثلك، وربما يكون الحل عند من هو دونك، وهذا كثير جدا لا تتصور كيف يمر. وربما هذا هو المهم، أن تجد الحل وأنت تتكلم، لأن الكلام سبحان الله العظيم ينشط الذهن وقت الكلام. ذكروا أن الفريابي أظنه أو نسيت من هو الذي قالها، لا الفارابي، ذكر أن أكثر ما تستخرج به الفكر كثرة الكلام، أن تكلم تأتيك الأفكار، ولكن تتكلم مع من؟ ليس مع الذي يسلم لك كل ما قلته قال صح صح، وإنما شخص يناقشك ويكون عنده حظ من العلم. فإذا استشكلت الكلمة فإنك حينئذ تكلم بها وأوردها، وخاصة إن كان الذي أمامك من أهل العلم، فإنه حينئذ تنحل بإذن الله عز وجل. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن بعض الناس قد لا يجد وقتا أو لا يجد شيخا يستطيع القراءة عليه، يسر الله عز وجل أمورا منها هذه المسموعات والمرئيات، ولكن هذه لا شك أنها أقل درجة من الحضور، لا شك. أول شيء لأن الحضور بركته في المساجد، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه قال لا تزال هذه الأمة بخير ما كان العلم في المساجد، كل علم ودرس في المسجد أحلف أن بركته أضعاف ما يكون خارج المساجد، لا شك بركة المسجد عظيمة جدا جدا جدا. ولذلك احرص على الدروس التي تكون في المساجد، كل درس في المسجد كان فيه بركة. قيل لما بعض المشايخ قيل لما أضيفت الهاء لجامع الأزهر ونقلت الدروس من الجامع إلى المباني قلت بركتهم، فدائما المسجد فيه بركة، الدرس إذا كان في المسجد ففيه بركة عظيمة جدا. هذا واحد. ثانيا، أن الشخص إذا حضر عند الشيخ ونظر لتصرفه وسياق كلامه قد يقع في ذهنه من الفهم ما لا يقع عند الأول، بل ربما توقفه وتسأله في بعض المسائل أو يعيد الجملة لما ينظر لعينك وأنك لم تفهم. فلذلك لا شك أن الحضور أقوى في الدلالة من الاستماع، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، فيكتفي المرء بما يستطيع، فلربما كان في هذا نفع بإذن الله عز وجل. نختم بهذا السؤال، يقول السائل ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم أو يقرأها؟ نعم، أول شيء يبدأ به كتاب الله عز وجل، هذا مهم. كل شخص يهمل كتاب الله عز وجل فقد خسر. والعجيب أن بعض الناس المنسوبين لبعض العلوم الشرعية تقل عنايتهم بكتاب الله،
روى الضياء المقدسي في بعض كتبه عن أبي الزناد أنه قال: أزهد الناس في القرآن المتفقهة. فبعض الناس قد ينشغل ببعض العلوم ويظن أن انشغاله فيها خير فينشغل بها عن الأفضل وهو كتاب الله عز وجل. إذن أول الأمور وأهمها بالتعلم كتاب الله عز وجل. ومر معنا كلام أحمد أظن للميموني أو للمروذي نسيت أحدهما قال: يقرئه كتاب الله ثم يسمعه السنة ثم بعد ذلك يبدأ بالسنة. والأحاديث المصنفة فيها كثيرة جدا، لكن ليبدأ من الأحاديث بنوعين. النوع الأول أحاديث الأحكام، فإن أحاديث الأحكام هذه مهمة لأنها هي التي ينبني على لفظها الحكم، والإخلال بلفظها يتغير به المعنى. أحاديث المواعظ والآداب لو غيرت لفظها لم يتغير معناها في الجملة، بينما أحاديث الأحكام حركة تغير المعنى بكليته. في درسنا أمس هو لك عبد ابن زمعة، لو قال هو لك عبد ابن زمعة هو لك عبد ابن زمعة تغير المعنى. فالحنفية ينطقون هو لك عبد ابن زمعة، والجمهور ينطقون الحديث هو لك عبد ابن زمعة. يختل المعنى من كونه حرا إلى كونه قنة، ومن كونه أخا إلى كونه مملوكا، ونسبه بدل من أن يكون لزمعة يكون أخا لسعد بن أبي وقاص. فالمقصود من هذا كله، طبعا سعد بن أبي وقاص أبوه اسمه مالك فيكون ابنا لمالك. فالمقصود من هذا كله أن أحاديث الأحكام يعنى بلفظها. النوع الثاني من الأحاديث التي يبدأ بها طالب العلم أحاديث جوامع الكلم. جوامع الكلم أول من بدأ في سلسلة معينة في جمعها الذي جمعها كثير أبو عمرو بن الصلاح، فإن أبا عمرو في مقدمته جمع نحوا من 20 حديثا قال هي جوامع الكلم ترد إليها جميع المعاني. جاء النووي فأخذ هذه الأحاديث وأوصلها إلى 40، ثم جاء بعده ابن رجب فزادها إلى 50 حديث. هذه 50 هي من جوامع الكلم، يجب أن طالب العلم يحفظ هذه الأحاديث لأنها دائم الاستدلال بها. هذه 50 حديث التي تتابع على جمعها 3 من الأئمة، وليس إماما واحد بل هم 3، كل واحد جمع زاد قليلا، هي من أهم ما يحفظ، فإنها في جوامع الكلم وكثير الاستدلال بها، وقلما يأتي يوم لا تستدل بها، قلما هذه 50 حديثا. هذا من حيث المحفوظ. ثم بعد ذلك تنتقل للشروحات. أهل العلم يقولون لا تكثر من القراءة، تأخذ في كل فن كتابا واحدا فتعرف هذا الكتاب ثم بعد ذلك تبني عليه. فعلى سبيل المثال في الحديث لو أخذت أحد شروحات العمدة أو البلوغ باعتبار الكتاب الذي تحفظه، ذلك لم أسمي كتابا في أحاديث الأحكام. بعض الناس يحفظ العمدة، بعض الناس يحفظ البلوغ، بعض الناس يحفظ المحرر مثل طلاب الجامعة الإسلامية، بعض الناس يحفظون المنتقى للمجد. أي كتاب من الأحاديث الأحكام احفظه حسب الكتاب الموجود عندك والمشايخ الذين يشرحونه عندك، فتأخذ كتابا من شروحه وتجعل هذا الكتاب عندك دائما هو المعتمد، وما عداه تبني عليه. وذلك في العلم دائما عليك بكتاب واحد ثم تبني عليه، مثله في الفقه. الفقه دائما خذ كتابا واحدا وابني عليه، سبحان الله يبارك لك. كثيرا من الإخوان يمرون علي كثير يقول بدأت في الكتاب الفلاني ثم قيل لي الكتاب الفلاني أحسن فتركت الأول وانتقلت للثاني، لا يكاد أسبوع إلا ويمر عليه هذا السؤال. أما يقول حفظت الكتاب الأول ثم قيل لي بل الكتاب الثاني أسهل أو أحسن أو أشمل، أو النظم الأول والنظم الثاني النظم الثاني أدق. أنت إذا بدأت بكتاب لا تتراجع، إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. خدت كتابا استمر فيه ثم اجعل هذا الكتاب أصلا، ارجع للكتب الأخرى بعد ذلك وزد وانقص وصحح وقيد على كتابك. ولذلك دائما نقول الكتاب الأول الذي تعتمده في الفقه والكتاب الأول الذي تعتمده من أحاديث الأحكام، هذان الكتابان لا بد أن يكونا من الكتب المعتمدة عندك في البلد. ما هو المشايخ يقرؤونه خذه. أحد المشايخ يقول
أعرف طالب العلم من غيره إذا جاء لي توفي الشيخ كبيرا كان يقول إذا جاءني الطالب فقال يا شيخ ماذا أقرأ عرفت أنه طالب علم، وإن جاءني قال أريد أن أقرأ الكتاب الفلاني عرفت أنه يعني لم يستطع أن يبني بناء، فأقول له نعم أقرأ وأعرف أنه لن يستمر. ولذلك دائما إذا بدأت لا تنقطع، آفة العلم عدم الاستمرار فيه، أخذت كتابا استمر عليه ثم إن وجدت نقصا فقيده عليه واجعل بناءك على هذا الكتاب تنتفع. هذه طريقة أهل العلم منذ القدم، كل واحد له كتاب، هذا الكتاب هو أهم كتاب عنده دائما يراجعه فيكون معه في حضره وفي سفره. كان أحد مشايخنا له كتاب البلوغ توفي عليه رحمة الله، معه دائما في حضر وفي سفر مليء بالتعليقات، قرأه على المشايخ في الخمسينات الهجرية، يعني وقت قراءته كانت في الخمسينات الهجرية، يعني الآن منذ 90 سنة، وإذا وجد فائدة أضافها عليه. ثم فقد هذا الكتاب في أحد الأماكن، قال فقلت من وجده لي، لصاحب الفندق الذي سكن عنده، من وجده لي سأعطيه كذا وكذا من أغلى الأثمان. يقول ما وجده، فيقول دعوت الله حتى بعد سنة صليت في ذلك أو سكنت في ذلك المكان، فإذا في المسجد الذي بجانبه الكتاب موجود، يبدو أن أحد العمال وجده فجعله في المسجد. يقول فأخذت كتاب وجعلت بدل 10 في المسجد. إذن لابد أن يكون لك كتاب تعتمده وتبني عليه لكي الذهن ينسى. يا شيخ ما في إنسان يحفظ كل شيء، الذهن ينسى كثيرا جدا جدا جدا، ولكن إذا رتب الكتاب بهيئة معينة تستحضر المسألة بناء على موضعها في الكتاب. ولذا العجيب أن المشايخ قديما كانوا يقول لنا اختر النسخة التي تحفظ منها، إذا أردت أن تحفظ كتابا اختر النسخة، ليس أي نسخة تحفظ، لأن جزءا من حفظك يعتمد على النظر، ولأن قلة الصفحات كانوا يقولون لنا هكذا، قلة الصفحات مساعدة في الحفظ، فكانوا يقولون مثلا في البلوغ احفظوا نسخة الحلبي، لأن نسخة الحلبي كلها 200 صفحة وأقل، البلوغ كله أقل 200 صفحة تقريبا، الصفحة مليئة فيها 12 حديث 13 حديث، فيكون أقل عليك وأسهل في حفظها. على العموم هي مناهج، فأنت إذا حضرت عند أهل العلم يعني استفد من طريقتهم وسيكون لك مسلكا بعد ذلك. العلم سهل، والله إنه سهل، ولكن الإشكال أمران: عدم الاستمرار وعدم معرفة الطريق الصحيح الذي يوصل إلى الهدف. إذا وضعت رجلك على الطريق الصحيح واستمريت عليه ستصل، ولو كنت أقل ذكاء ولو كنت أكثر شغلا مشغول، ما نمت على طريق مستقيم واستمريت عليه ولم تنقطع فستصل. وليس للعلم طريق واحد بل لها طرق، دليله ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وعلماء الأصول واللغة يقولون إن النكرة في سياق الإثبات تعم عموم أوصاف لا عموم أشخاص، فطريق هنا نكرة في سياق إثبات، فدلنا على أن العلم له طرق وليس طريق واحد. لكن ما هي الطرق الصحيحة؟ هذه التي انتبه لها. إذن قيدان: الطريق الصحيح والاستمرار على العلم، ثق أنك ستصل، ثق ثقة عمياء. وهذا معنى قول الشافعي الذي نقله عنه العلائي، قال الفقه كالتفاح الشام سهل التناول، فأنت ستصل، لكن عليك بهذين القيدين. الإشكال أن كثيرا من الناس يعلم أن العلم سهل لكن يختل له واحد من هذين الأمرين، يسلك طريقا خاطئا فيؤدي ذلك لأن تكون النتيجة خاطئة، فيكون فهمه خاطئا ويكون نظره وفتواه مخطئة، أو لا يستمر يأخذ أول العلم ويقف ويريد أن يقفز فيكون في مصاف المتكلمين ولا أقول في مصاف العلماء، فيأتي بالغرائب وهو نصف عالم. وقد قالوا أهلك الناس ثلاثة: نصف عالم ونصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي. فنصف الفقيه أفسد على الناس أديانهم، ونصف الطبيب أفسد على الناس أبدانهم، ونصف النحوي أفسد على الناس ألسنتهم. فالمشكلة عندنا نقول في هذا الذي بدأ في العلم عرف المبادئ يأتيك ويتكلم، قال ابن حجر
قال النووي، قال الحجاوي، قال فلان، يعرف الأسماء الكتب، ويعرف المبتدئ يظن أنه عنده علم، لكنه أخذ الربع الأول وما كمل الثاني ولا الثالث، فحينئذ يهلك الناس. أو الذي أخطأ الطريق فأخذ طريقا غريبا، فبدأ يحكم العقول ويحكم الأهواء، والأهواء أيضا معتبرة، قد ليس عقلا وإنما هوى، وما دخل على الناس شر إلا بسبب تحكيم العقول والأهواء. أبشر تامر أو عمك. طيب، الأمر الأول الحفظ، شوف، ما دمت صغيرا فاحفظ، لأن المرء كلما كبر سنه كلما صعب عليه الحفظ. وأذكر أحد المشايخ رحمه الله تعالى كان يقول: يا أبنائي، كل شيء تعلمته بعد 40 و50 نسيته، وقد جاوز، قال لنا في آخر 70، هو مات بعد 80، لكن لا أذكر متى قالها لنا، قال: كل شيء عرفته بعد 40 و50 نسيته، لم يبقى في ذهني إلا ما حفظته صغيرا. وذلك يهد علينا المتون التي حفظها. فما دمت صغيرا احفظ، فاحفظ، فكل حافظ إمام. بعد فترة سيصعب عليك الحفظ كثيرا، إذن ما دمت في قدرة على الحفظ فاحفظ، هذا واحد. لكن لا تنشغل بالحفظ عن أن تجمع له الأمور الأخرى كالقراءة والفهم والجمع، فإنه من الأمور المهمة. الأمر الثاني في مسألة الحفظ الثاني، وشي نسيته كيف؟ يحفظ؟ نعم، كيف يجدد حفظه؟ شوف، العلم ينسى، بل الإنسان ما سمي الإنسان إلا لنسيه، والذي يقول لك أنا لا أنسى أظنه أندر من النادر، بل هو في كل الزمان ربما لا يأتي إلا شخص أو شخصان، وهذه أيضا يعدها علماء النفس مرضا، الذي لا ينسى، الذي لا ينسى ويحفظ بسرعة يعدونها مرض، لها اسم نسيته الآن. لكن الأصل في الآدمين أنهم ينسون. كيف تستذكر العلم؟ تستذكر العلم بطرق. الطريق الأول المراجعة، ولذلك العلماء يقولون، نتكلم مثلا مثال بالفقه، الفقه لا يكون المرء فقيها حتى يقرأ في السنة الفقه مرة كاملة، يعني لا بد في السنة الواحدة أن يمر على الفقه من أوله إلى آخره مرة واحدة على الأقل، وإلا فليس بفقيه. ذكر هذا الإسنوي الشافعي، ذكرها الهلالي المالكي في مقدمته على شرح خليل، وقال المشايخ كلهم على هذا. إذا رأيت شخصا تمر عليه سنة كاملة لا يمر على الفقه كله فليس بفقيه، هكذا يقولون. قالوا: وأقل ما يمر عليه أن يقرأ مختصرا في السنة مرة. إذن العلماء يوجبون أن المرء يقرأ مختصرا فقهيا على الأقل مرة في كل سنة. ولذا فإن من حفظ مختصرا ثم قرأ آخر ثبت محفوظه، لأن المضمون واحد، ثبت محفوظه من جهة وزاد عليه بما في الكتاب الثاني، هذا واحد. الأمر الثاني يراجع الحفظ بالتعليم، وبعض المشايخ الذين يقرؤون القرآن إذا ختمت عنده القرآن اشترط عليك أن تحفظ 2 أو 3 أو 4 أو 5، ولا أدري ما زال هذا الشيء موجودا أم لا، لكن إلى عهد قريب كان موجودا. فإذا انتهيت من الحفظ على الشيخ قال: أريد منك شيء، أن تعاهدني أنك تحفظ 2. ولذلك إذا علمت الناس ثبت العلم في نفسك، التعليم يثبت العلم. أقرئ الناس القرآن يثبت القرآن في نفسك، أقرئ الناس السنة تثبت حفظها في نفسك وفي صدرك وفي قلبك. فالتعليم من أعظم الأمور، فإنه زكاء العلم، أي نماؤه وزيادته وبقاؤه في النفس. الذي يكون ظنينا بعلمه بخيلا به لا يبارك له في علمه وينساه. بعض الناس إذا وجد الفائدة كأنه هو الذي اخترعها ولا يخبر أحد، وكأنها سجلت باسم ملكية فردية، وهذا خطير. بل كن كالشافعي يقول: وددت أن هذا العلم بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف. إذن الأمر الثاني التعليم، احرص على التعليم. الأمر الثالث المهم وهو المذاكرة، احرص دائما على المذاكرة مع إخوانك.
كل مسألة تكتشفها جديدة، فأنت ذاكر بها إخوانك ولا تماري ولا تتكبر عليهم. انتبه الفرق بين الثلاث الجمل. ذاكر تقول الإخوان مرت علي المسألة الفلانية، زملائك حتى في العمل هنا في المكتبة، أنا أشتغل في المكتبة وأنت، أنا وأنت في المكتبة، فقطعا ستجد شخصا فقل مرت علي الفائدة الفلانية، هذه المذاكرة تثبتها في ذهنك، لكن لا تماري. المراء نص ابن مفلح في أصول الفقه على أنها حرام. المراء الحرام ما هو؟ هو أن يتناظر اثنان بقصد أن يغلب أحدهما الآخر. إذا ناظرتك وبدأت أن أستدل إلا غصب يكون قولي هو الصواب، هذا حرام، أنا آثم، والمماري حرام، كلاهما المتماريان آثمان ولو كانت نيتك الوصول للحق، لكن إن كانت نيتهما الوصول للحق جاز. وهذه واضحة يا شيخ، وللأسف أن كثير من آفة طلبة العلم عند المذاكرة هي المماراة. يقولك مثلا، ما أدري أعطونا أي مسألة، الشرب قائما، هو يرى أن الشرب قائما لا يجوز ويبدأ ويقول لابد أنه لا يجوز والثاني إلا يجوز، نقول هذه مماراة لا تناقش صاحبك. الثالثة، لا يقصد قصدك الغلبة فإنه ممنوع. إذن أمر الثاني، المذاكرة مهمة لثبوت المحفوظ. من الأمور المهمة الكتابة، احرص على الكتابة، والناس في الكتابة درجات، فكتابتك في أول حياتك غير كتابتك عند التمكن من العلم. أضرب لكم مثالا، عندما تقرأ كتابا وتسجل الفوائد، أنا أقول سجل الفوائد وخاصة إن كنت في أول قراءتك للكتاب لأسباب. السبب الأول أن هذه الفوائد إذا سجلتها ثبتت، فالقراءة بالنظر لنقول تبقي 10% منها، فإذا كتبتها وصلت إلى 30%، فإذا راجعتها صارت أكثر، فمجرد الكتاب باليد تثبت المعلومة. ثانيا أنها من باب الاستذكار لك بعدين، فالكتاب أحيانا قد تريد الرجوع له بسرعة فتقرأ الفوائد فيعطيك 10 أو 20 أو 50% من فوائده، وتبقى الفوائد الأخرى عند قراءته مرة أخرى. الأمر الثالث، هذا مهم، أنك إذا سجلت فوائد كتاب ثم رجعت لها بعد 10 سنين تستطيع أن تعرف هل زدت علما أم لا. فإن وجدت أن الفوائد التي كتبتها بعد 10 سنين كلها جديدة عليك، إذن أنت لم تكتسب علما جديدا، أنت مثل ما أنت قبل 10 سنوات في هذا الفن وفي هذا الكتاب. إن قرأتها بعد 10 سنوات ووجدت أن هذه الفوائد، بدأت تضحك، كيف سددت هذه الفوائد؟ هذه موجودة عندي سهلة، هذه يعني كل الناس يعرفونها، اعلم أنك قد استفدت علما، معناها أن هذا العلم أصبح مسلم الثبوت عندك. إذن هو مثابة المقياس لك بعد 10 سنوات، تعرف هل زاد علمك أم ما زلت على حدك الأول، هنا يكون الاختلاف. فالتسجيل الفوائد لها فوائد كثيرة جدا، إذن احرص على الكتابة. الكتابة طبعا لها طرق، ليست على الطرة فقط، بل على الطرة في أوراق، في الآن جاءت البرامج يكتب ثم تفهرس مباشرة، كل واحد له طريقة، سيأتي يوم ستجد أن كتابتك باقية. سفيان الثوري نقل عنه الذهبي أنه لما مات فكوا منطقته الذي ربط بها وسطة، فوجدوا فيها جزءا في الأحاديث يراجع فيها الأحاديث يكتبها. فالكتابة هذه مهمة، احرص على الكتابة. لا أقول تكتب لتطبع، لا، هذه مسألة أخرى، اكتب لك أنت. كل واحد من العلماء عنده كتاب يجمع فيه فوائده. هذه المسألة قلنا قبل قليل، يكون لك كتاب في الفقه أو في الحديث، كل فائدة تتعلق وجدتها جديدة أضفها في هذا الكتاب. إذا احتجت لهذا الكتاب ستجد أنه قد جمعت لك فوائد، لو أردت جمعها ربما جلست أشهرا، لكن جاءتك فقيدتها. إذا من الأمور المهمة التقييد، وهو مهم جدا لكي لا تنسى، التقييد مهم جدا.